انت بتأيد الفريق عبد الفتاح السيسي؟ اه ماشي. ليه؟ ايه؟ عشان عارف الدولة كده مش عشان احنا تعبانين، الدولة هتبقى أفضل لو ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي؟ إن شاء الله. إن شاء الله عبد الفتاح السيسي ترشح، الدولة هتكون الدولة هتمشي والسياحة هتشتغل وانا هشتغل والدنيا هتشتغل، عشان انا مش لوحدي، اللي انا صاحب عيال وانا مسؤوليات وانا كده، فبنستفادش غير من المصلحة وكده، عايزين ناكل عيش والدنيا تمشي والبلد كلها تبقى باستقرار. انت نازل النهارده ميدان التحرير عشان ترشح الفريق اول عبد الفتاح السيسي؟ لا انا مرشحه وانا حتى في مكاني، مش مهم انزل ميدان التحرير، نوقف لهم تعيش ومرشحه.